السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أرحب بالأستاذ أحمد الخطيب، الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير جريدة الوطن. نقلا عن الوطن يا أستاذ أحمد، الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعث بتهانيه للمسلمين في الولايات المتحدة وفي مختلف أرجاء العالم بمناسبة شهر رمضان الكريم، كتر خيره. لكن قال في بيان أن بلاده ممتنة للمنظمات الإسلامية الأمريكية والأفراد والشركات التي تعمل على تقليل الفجوة في الداخل في الدخل والفقر من خلال الجهود الخيرية والبرامج التي تقدم التعليم والمهارات والرعاية الصحية للطلاب والعمال والأسر. الموضوع ده يعني بيخص موضوع بقى هذه المنظمات الإسلامية سواء الأمريكية أو غيرها، والفلوس اللي بتتدفق، أخبار الفلوس اللي بتتدفق عليها. دي أول حكاية معانا يا أستاذ أسامة، أرجوك. دي حكاية مهمة جدا، وأنا بصراحة أنا لما علمتها أنا يعني يكاد يكون يعني جنوني لسبب بسيط جدا. أنا اعتقدت أن الملف ده الدولة بتشتغل عليه بشكل جيد منذ تجميد الأموال الجمعيات الإسلامية عشان نقدر يعني نقدر نحدد الغث من السمين فيها. احنا بس كلامنا في البداية يا استاذ اسامه لازم يكون ينطلق من قاعدة احنا مع العمل التكافلي الحقيقي طبعا. احنا مع رعاية الأرامل والأيتام، احنا مع كل ده. انا والله ما اقصد بكلامي شيء، بالعكس انا عارف ان احنا داخلين على شهر كريم، وان الأعمال التكافلية في الأوقات اللي زي شهر رمضان ومواسم الخير بتزيد التبرعات فيها. انا امبارح علمت وعرفت وتأكدت ان في امبارح احدى الجمعيات، انا مش عايز اقول اسمها لكن انا ممكن، وده يعتبر بلاغ للنائب العام، امبارح يا استاذ اسامه امبارح بالظبط امبارح مبنى ده الاتحاد العالمي للدعوه والاغاثه، الاتحاد العالمي للدعوه والاغاثه ده في الحي العاشر كان بيوزع امبارح ملايين باليد. امبارح بيوزع ملايين باليد في شنط على اناس ليهم علاقه بجمعيات خيريه، بيروح هناك ياخد اقل واحد فيهم كان بياخد 200,000 جنيه باليد بدون شيك بدون رقابه بدون رقابه، بعيده عن الـ وزاره التضامن، بعيد عن اي رقابه. كان بيروح الواحد فيهم بياخد احد هؤلاء لما استدعي وراح عشان ده فروع من جمعيات كبيره، راح عشان ياخد الفلوس، خد الفلوس ومشي. بعد ما مشي ده كان ينتمي لجمعيه انصار السنه، الجمعيه انصار السنه رفضت الطريقه اللي بتوزع فيها الاموال، واحد مندوبيها اللي كانوا موجودين اللي خد الفلوس امرته واجبرته انه يرجع الفلوس مره اخرى، وعلم ان في مشكله كبيره في الموضوع ده امبارح. بس بعد انا قعدت عملت حبل اتصالات علمت ان الفتره الاخيره الحكومه يعني عملت نوع من انواع الرقابه على الجمعيات، على الاموال اللي بتيجي من الجمعيات، فاذا بنلاقينا بالاموال بتيجي عن الجمعيات الدوليه زي الجمعيه دي الاتحاد العالمي للدعوه والاغاثه، ده واخده صفه دوليه، فمن ثم بتيجي عليها الفلوس بشكل بعيد عن الرقابه زي ما كانوا بيتعامل كده على موضوع الاخوان. بس مش الكلام ده اتلغى في الدستور الجديد بقى؟ لا، ما انا ما اعرفش، صدقني انا فوجئت، انا صدمت ان فلوس بهذا الحجم بتوزع لا شيك لا ورقه لا مستند لا اي شيء. يعني الفلوس دي لما تيجي باليد كده فين وزاره التضامن الاجتماعي؟ فين ده كل ده؟ فين الرقابه؟ يعني لا هو تيجي باليد ده يبقى وزاره التضامن الاجتماعي خرجت لانها مش هتقدر تراقب ده، دي تبقى اجهزه امنيه. هيئه الامن قوي فين؟ دي مؤسسه دوليه الاتحاد العالمي للدعوه والاغاثه، دي مؤسسه اجنبيه، ده شغل الاجهزه الامنيه. ازاي مبلغ زي ده يخش بلد زي دي؟ طب وده اللي احنا عرفناه ومخافي كان فين؟ دي مشكله كبيره. انت دلوقتي لحد الان بتعرف الفلوس اللي بتروح للاخوان بتيجي ازاي؟ لحد الان الاسلحه والقنابل اللي بتم انت عندك مال سياسي كبير جدا هيخش البلد الفترة الجاية دي، مجلس النواب طبعا في مال سياسي يا استاذ اسامه كبير جدا هيخش البلد الفترة الجاية دي، وبالذات للجماعات الإسلامية، هيخش للجماعات الإسلامية لأن حزب النور بيعمل قايمة وبيعمل وداخل في الانتخابات، فده هيجي له تبرعات 100% لأن حزب النور أحد الأحزاب اللي كان بيجي لها تمويل من الخارج بشكل بشع بشكل لم يسبق له مثيل. هو والإخوان ما ينافسش حزب النور في المال السياسي اللي بيجي من الخارج واللي بيجي في شنط واللي بيجي بطرق غير مشروعة الا جماعه الاخوان وحزب الحريه والعداله. انا الواقعه دي ببلغ بيها البلاغ للنائب العام
معايا التفاصيل كامله، معايا الاسماء كامله، معايا الفلوس كامله، معايا اسماء كامله، اسماء لتلقوا ومعايا الشخص اللي خد الفلوس، الاسم بالكامل والواقعه فين ومين اللي كان بيدي فلوس في المبنى في مدينه نصر. لا ده احنا نطلع انا وانت بعد الحلقه على طول على مكتب النائب العام. انا بقول لحضرتك مشكله كبيره جدا، ده مال سياسي. احنا مش ضد الارامل ولا ضد اليتامى ولا ضد الاموال اللي بتروح وجوه الخير في الموضوع، لكن لماذا تكون هذه الاموال بعيدة عن رقابه الدوله؟ وده برضه سؤال يسال وزاره التضامن الاجتماعي وللدوله نفسها. انا عايزك فعلا تراقب هذه الجمعيات، بس انا عايزك لازم تفرق بين العمل الاهلي الحقيقي للجمعيات دي والعمل السياسي للجمعيات. بمعنى ان انت كل جمعية عندها مثلا في الحي الواحد عنده مثلا 100 أرملة مثلا، ومثلا 2000 يتيم، مش عارف مثلا 100 أسرة محتاجة، انت الدولة تحصر هؤلاء وتساعدهم من خلال العمل الاهلي، من خلال الجمعية، بحيث ان يبقى في مندوب قائم على جمع التبرعات، والجمعية اللي ترفض ان يكون في مندوب يقوم، مندوب من الدولة يقوم على توزيع هذه او يشرف على هذه الاموال، يبقى اذا هي عندها شيء مخبياه. واخبار حضرتك يا استاذ سبا؟ طبعا ده 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 كلام خطير جدا ولازم يتم في اطار طبعا. برضه ده ليه علاقه بوزير الاوقاف، برضه نفس الكلام ده ليه علاقه بوزير الاوقاف. انا 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 ما اعرفش الاتحاد العالمي للدعوه والاغاثه ده تبع مين، انا ما اعرفش تبع انهي هيئه ولا تبع يعني يتبع مين من يعني في الدوله يسال عنه، لكن انا زي ما قلت لحضرتك الفلوس واضح ان هي بتيجي عن طريق الجمعيات اللي واخده صفه دوليه، الجمعيات انا عايز اقول لك انا عارف الاتحاد العالمي لايه؟ الاتحاد العالمي للدعوه والاغاثه. للدعوه والاغاثه. انا عايز اقول لك ان انا اعرف كمان اسم الجمعيه اللي بعت الفلوس للجمعيه للاتحاد ده. هي جمعيه خليجيه، دوله شقيقه كبيره، بس لا هي الامارات ولا هي السعوديه ولا هي قطر، عشان نبقى احنا ايه؟ بس بنتكلم بشكل واضح. الجمعية دي جمعية مشهورة جدا 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 في الدولة الخليجية، أنا مش عايز أقول اسمها، لا هي السعودية عشان ما حدش يتكلم، ولا هي الإمارات ولا هي قطر، هي اللي بعت الفلوس وبعت بالأسماء، وكان في شخص معين بيجي يا أستاذ أسامة معاه فلوس بملايين الدولارات. طيب بيوضحهم يدك على جوجل مفيش حاجة اسمها الاتحاد العالمي للدعوة والإغاثة، في حاجة اسمها المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة. ممكن يكون هو ده في الحي العاشر. طيب هو مش موجود طبعا. لا ده في الحي العاشر، انا عارفها، انا رحتها، انا كنت بروح، انا كنت بغطي الأزهر كمحرر متخصص في شؤون الأزهر، كنت بروح الجمعية دي، كنت بروحها في النصر، عارف مكانها. مش طيب بالمناسبة يبقى احنا عملنا هذا البلاغ للنائب العام وعلى وهنتصل سويا بالنائب العام، ونرجو ان يتم الاتصال بالاستاذ احمد الخطيب في هذا الموضوع لمعرفة باقي هذه التفاصيل اللي موجودة معاه اللي بعضها هو ما بيقولهاش على الهواء وتقدم مباشرة. التفاصيل معايا موجودة السيد النائب بالاسماء بالناس اللي خدت فلوس كل، بس انا مش عايز احرق الجمعيات، الفروع اللي خدت الجمعيات، ومش عايزين نحرق حد ولا نحرق الجهه. لا خلاص، في واقعه موجوده قدامنا ومطلوب من النيابه انها تحقق يعني فيها. عشان ايه؟ طيب بمناسبه ده عبود الزمر طلع اتكلم وقال يعني رد الكوره اللي كانت اتلعبت معاه قبل كده مع عمر عبد الرحمن. كان طلع قال عبود الزمر زمان لا ولايه لضرير، فقالوا له لا ولايه لاسير، فخرج النهارده قال لهم لا ولايه لاسير على محمد مرسي، وبيقول ان هو حقق شقاق داخل صفوف تحالف دعم الاخوان. هل فعلا زي ما قلت لي من اسبوع وانا طلعت قلت الكلام ده على الهواء ان هناك مراجعات في صفوف الاخوان داخل السجون؟ قولا واحدا يا استاذ اسامه، انا المعلومات اللي عندي فعلا الان بتجري جماعة الإخوان داخل سجنين، أنا مش هقول أساميهم برضو عشان أنا برضو حابب إن الأمور تتم في إطار صالح الدولة. أنا ما بقولش إن تبقى في إن الدولة تتعامل مع هذه المراجعات بنفس الطريقة القديمة ولا تقبل بها، لكن أنا حابب إن تنظيم الإخوان الآن في سجنين معينين، سجنين لأنه طبعًا أنت عارف حضرتك إن الإخوان منتشرين في سجون كتيرة، موزعين على سجون كتيرة، لا سجون كتيرة، لكن السجنين دول فيهم حوالي مثلا 3000 اخوان. طبعا رقم كبير جدا. وهم من القيادات الثانيه. القيادات الثانيه والثالثه الصف الثاني. وهم بيتقابلوا
بيتقابلوا مع بعض، الزلازل مفتوحة على بعض، والعملية دي بتجري ليها حوالي دلوقتي شهر، دخل على شهر. يعني دي معمولة برقابة من الداخلية، أنا والله برعاية من الداخلية؟ أنا صدقني ما أقدرش أقول، أنا ما عنديش معلومة، هل الدولة، هل أجهزة الأمن على علم، على لا أنا على علم، أكيد على علم. هل هي بتبارك؟ هل هي بسيب المجال مفتوح على طريقة مراجعات الجماعة الإسلامية، ولا حصل كده الدولة ساعدت بشكل غير مباشر الجماعة الإسلامية؟ بس كانت بتبعت ناس تروح تقعد معاهم، كانت بتبعت ناس وكانت بتسيب لهم الزنازين وتسيب لهم السجون وتسمح بالزيارات الكثيفة وتدخل لهم كتب كتب تساعدهم على إعادة التصحيح المفاهيم الفكرية والفقهية وما إلى ذلك. كانت الدولة كانت موافقة على ده وكانت يعني مراقباه، لكن ما تفاعلتش معاه في وقت محدد. الجماعة التنظيم الإخوان دلوقتي بيقوم فعلا بمراجعات فقهية ومراجعات تنظيمية داخل التنظيم. المراجعات دي بتقوم على ان القيادة الموجودة لتنظيم الإخوان تنحى جانبا، وإن القيادة موجودة في السجن، القيادة الموجودة كلها سواء اللي بره ولا جوه، سواء كل الصف الأول، كل يعني الصف الأول ده، لأن هم شايفين ان ما قال إليه، ان ما قال إليه. على فكرة المراجعات بتندرج تحت فقه من فقه المآلات، اللي هو انه ما قال اليه الوضع الان، وضع التنظيم ووضع الدوله، هو سببه احد اسبابه تسببه في ايه؟ تسببه في القيادات، فيجب على هذه القيادات ان تنحى بعيدا وجانبا. المراجعات بتقوم على فكره يا استاذ اسامه ان التنظيم عايز يحافظ على نفسه، هو على فكره هي مراجعات تكتيك مش مراجعات حقيقيه بالمعنى، لان هو هزم. المراجعات انا في تقديري وفي ظني، وانا بقول الكلام ده من زمان على فكره، هي هزيمه لكل المراجعين وليست قناعه. يعني الجماعة بس السلام. احنا شفنا من مراجعات القديمة بعض الناس فعلا التزم بيها. البعض كم واحد؟ كم واحد؟ نتكلم في 2 3 4 10 20 30 100، لكن التنظيم كله لا، ما حصلش غير صحيح. الجماعة السلامية لم تراجع. الجماعة السلامية دخلت في العنف مرة أخرى، دخلت في العمل السياسي مرة أخرى، قامت أعضائها قاموا بالتكفير، هم اللي شالوا سلاح في بعد عزل محمد مرسي، وحاليا بيقوموا بحملات تكفير في الصعيد ومسيطرين على بعض المساجد، وهنتكلم في موضوع المساجد ده. الشاهد في موضوع المراجعات الاخوان يا استاذ اسامه ان فعلا هم عايزين بيقولوا من التفاعلات اللي بتجري، على فكره هي لسه التفاعلات ما خرجتش للعلن. انا لما اشرت لده في بعض مقالاتي جالي رد فعل من بعضهم، انا على اتصال بالبعض منهم، يعني من الاخوان، طبعا على اتصال بيهم. قالوا لي احنا ما كانش احنا لسه ما عملناش حاجه، وليه انت بتعلن دلوقتي واحنا مش عايزين نعلن؟ احنا بنتفاعل مع بعض، بنوصل لصيغه، لان في حاجات يعني في قضايا لسه ما حسموهاش. اللي حسموه فكره ان لا، احنا الواقع ان احنا هزمنا، والواقع بيفرض واقع جديد، والواقع الجديد بيفرض اليات جديده، والاليات الجديده بتفرض ايضا تعامل جديد. كل ده انا عايز اسالك، يعني لو عملوا هذه المراجعات، انا بس عايز افهم معناها ايه في الاثنين. معناها ان هو زي ما حضرتك بتقول تكتيك يخليه يرجع كده خطوتين لورا، ولكن يحتفظ بكل حاجه في راسه زي ما هي، وهيفضل يسعى للسلطه ويفضل يعمل ده، بس هينتظر عليها شهر سنه 10 سنين. هو انت عارف بيقول ايه من ضمن الكلام بتاعه استاذ اسامه؟ هقول لك انا هوقف العمل السياسي لمده 10 سنين. لمده 10 سنين دي من ضمن المراجعات. دخول الشرنقه زي كده 54، دخول الشرنقه في 54. ده كلام مظبوط، ده كلام مظبوط. هو بيقول انا من ضمن مراجعات الشروط تنحيه القاده يصمتوا، السياسي يؤجل لمده 10 سنوات، نشتغل دعوه بس، الحفاظ على التنظيم. المقابل مش هيتكلم في افراجات ولا هيتكلم في ما الى ذلك، لكن هو عايز تحقيقات بين قوسين منصفه لقتلى رابعه، هو عايز كده، تحقيقات منصفه لقتلى رابعه. عايز اللي خرج براءات يخرج براءات، ما يعادش ما يتهمش في قضايا اخرى، يحافظ على التنظيم، التنظيم يخش في الدعوه، ما يبقاش سياسي خالص لمده 10 سنين. ولا حزب حريه وعداله، ولا حزب، يقول لك ولا عايز حزب ولا عايز اي حاجه، انا عايز بس التنظيم يشتغل في الدعوه وناخد مساجد وننزل. بس الكلام ده برضو ما هو فيه خطوره برضو، ان هو عند عوده التنظيم مره اخرى بعد 10 سنين هيعود بفكر جديد وشكل جديد يتعامل معانا برضو بنفس يعني المنطق. ده بقى السؤال ده يوجه للدوله بقى. الكلام ده يوجه للدوله. هل الدوله، انا صدقني والله فعلا، انا لما استطلعت بعض المسؤولين عن القصص دي في الدوله ما عندهمش اجابه واضحه، لكن في
الإجابة الواضحة عند جهاز الأمن الوطني. جهاز الأمن الوطني عنده القصة واضحة من الأول، مفيش حاجة اسمها مراجعات، في قانون ولا مش، لأنه مش هينفع يحصل تاني يا أستاذ أسامة اللي حصل مع الجماعة الإسلامية. تجربة الجماعة الإسلامية تجربة مريرة، تجربة الدولة مع الإخوان تجربة مريرة. أنت مرة أخرى عاد التنظيم مرة أخرى ووثب على السلطة، وجرى ما جرى في الثلاث سنين ونصف اللي فاتوا كانت أزمة كبيرة. ولذلك أنا شايف أن أنا ما أعرفش رد فعل الدولة هيكون إيه. ربما الدولة في وقت من الأوقات تقبل بهذه المراجعات من باب يعني مش عايز اقول نعدي الفتره يعني انا ما اعرفش الدوله هتتصرف ازاي، لكن انا اللي انا عارفه ان المراجعات الاخوان اللي انا متاكد منها اللي بتقوم دلوقتي في السجنين بالتحديد هي تكتيك للحفاظ على التنظيم ليس الا، لان هي انا دايما بشوف ان المراجعات اللي بتقوم بها الحركات السياسيه الاسلاميه هي مراجعات هزيمه وليست مراجعات حقيقيه، بمعنى ان لما بيهزم ولما بيفرض واقع جديد عليه بيقوم بالتراجع خطوه او خطوتين للوراء وبيدعي وبيزعم ان هو تراجع، بدليل احنا شفنا تجربه عمليه دعك من الدكتور ناجي حبريني واستاذ اسامه، دعك من الشيخ كرم زهدي، دعك من البعض منهم المراجعين منهم الصادقين، لكن انت جل التنظيم خرب الدنيا في المنيا، الجماعه الاسلاميه خربت الدنيا في اسيوط فعلا، مسيطرين على مساجد. وزير الاوقاف، وانا بقول الكلام ده لوزير الاوقاف، حتى الان وزير الاوقاف مش قادر ياخد مسجد، هقول لك اسمه انا معايا، مسجد الرحمن في اسيوط مش قادر ياخده من الجماعه الاسلاميه. حتى الان مفتي الجماعه الاسلاميه بيخطب بيعتلي المنبر عبد الاخر حماد، حتى الان الجماعه الاسلاميه مسيطره على لا يقل عن 3000 مسجد، حتى الان وزاره الاوقاف مش قادر تاخدهم منها. الجماعه الاسلاميه بتقوم بعمليات تحريضيه كبيره جدا، انا ما بحرضش على الجماعه الاسلاميه، لكن انا عندي واقع بيؤكد ده. الجماعه الاسلاميه هي اللي حرضت على الكنائس مع الاخوان طبعا في الصعيد، هي اللي مسيطرة دلوقتي على المساجد والزوايا في الصعيد. الوزير الأوقاف فعلا حتى الآن مش قادر ياخد منهم المساجد. ازاي انت يا وزير الأوقاف، انا عارف انه بيعامل معركة كويسة، بس انا عندي عتب عليه في بعض الحاجات، اسمح لي اقول لحضرتك عليها يا استاذ. طيب. هو انت متشبث بفكرة الازهريين هم اللي يقوموا على الدعوة، انا موافق على ده 100%، بس عايز اقول لك انت في المقابل انت عندك دعاء مستقلين يا استاذ اسامة، بالتجربة الثلاث سنين ونص اللي فاتوا دول كانوا بيحاربوا الاخوان اكتر من الازهر، كانوا بيحاربوا الاخوان بدعاء مستقلين في جماعة انصار السنة المحمدية ومعروفين بالاسم وهددوا. طب ما عايز اقول حاجة، يعني مثلا النقابات الفنية، نعم، مش كل واحد خريج معهد سينما بيشتغل، يعني بيبقى بس الخريجين معهد السينما، ولكن بتدي تصاريح معينة لناس من خارج النقابة ان هم يمارسوا العمل، فده ممكن نفس الشيء يبقى، لان حتى كنت بقول مرة مش كل خريج ازهر صالح لان يكون لا. داعية استاذ اسامة، يوسف القرضاوي من الازهر، استاذ اسامة، اي عمر عبد الرحمن من الازهر، اي لا اقول لك على حاجة طبعا مش عايز اقولها عشان ما حدش يزعل مني، ادارات الاوقاف بتاخد رشاوى من مشايخ سلفيين تكفيريين عشان ياخدوا تصاريح خطابه وبياخدوها من اداره الاوقاف. لا يعني انا اقصد انا مع ولايه الازهر، مع ان الازهر هو الذي يقوم على الدعوه، لكن انا عايز اقول لك انت عندك برضو في فكر تكفيري في ابناء الازهر. انا كنت قاعد من يومين مع واحد من الازهر، شيخ من الازهر، ولقيته بيتكلم في مسائل التكفير، وانا علمت وتاكدت منه، انا دارس الحركات الاسلاميه ومتابع، نعم، جيد فضلا عن ازهري، فانا قاري كويس في المنطقه دي واعرف التكفيريين. لقيته بيتكلم بلسان التكفير وبيتكلم عن الاخوان وهو شيخ في الازهر وبيعتلي مسجد كبير جدا في هو امام في الاوقاف. نعم. انا عايز اقول لك انت التنقيب يكون على الكل حتى الازهر، يعني الازهر ليست سك، لا مش سك طبعا، مش سك نهائي. انا زي ما قلت لحضرتك قلت لك مثالين، عبد الرحمن عمر عبد الرحمن من الازهر، عندك يوسف القرضاوي اللي خرب الدنيا من الازهر وكان عضو هيئه كبار علماء وكان عضو مجمع البحوث الاسلاميه. انت مفترض تنقي، انت عندك زي الطبيب كده اللي بياخذ رخصه اذا ثبت تجدد
على طول يعني مش سك نهائي. واذا ثبت ان هو خرج على الرئيسات على طول يتم استبعاده. لكن انت عندك دعاء، انا اعرف دعاء في انصار السنه المحمديه، دعاء كانوا بيحاربوا التكفير اكتر، حاربوا التكفير اكتر من الازهر في السنين اللي فاتت دول. وسبب بالتجربه ان هم حاربوا الجماعات وحاربوا الاخوان وحاربوا الجماعات الاسلاميه حرب الشعواء اكتر من الازهر. طب استاذ احمد عشان خاطر الوقت بيخلص وفي القنبله الثالثه. لا انا كنت حابب اتكلم عن قناه الجزيره. ايوه احد انا كنت حابب احكي القصه دي بس مش هنقول اسماء، يمكن انا قلت حركة الاسماء في الفصل. قناه الجزيره استدعت احد قيادات الاخوان السابقين اللي هم المنشقين على الجماعه الفتره اللي فاتت دي، وراح الجزيره، واذا بيه بعد ما في احدى الحلقات بعد ما خلص الحلقات خرج عليه مجموعه من الصحفيين اللي هم مشغلين في الجزيره على راسهم سليم عزوز انا بقوله بالاسم، وضربوا الراجل علقه كبيره جدا. لا لا لا. قعد في المستشفى اسبوعين يعني شقت راسه ويبدو انه كسر ذراعه، قعد اسبوعين في قطر وتم التعتيم على الواقعه دي. انا سليم عزوز هو صحفي جميل، هو اللي قام بضرب القيادي، هو حد محترم جدا، ولو قلنا اسمه للمشاهدين الناس كلها بتحبه وناس محترم. الناس بتحبه، هو من الناس من ضيوفي اللي بيجوا كتير في القاهره 360. قطر تعتمت يا استاذ اسامه على الواقعه ورفضت انها تحكي عن الواقعه، ودي الواقعه التانيه اللي تحصل مع الضيوف. انا واحد من الناس اللي رفضت اروح الجزيره اكثر من مره. طبعا انا دعيت في برنامج فيصل القاسم ورفضت الدعوه وبلغت الاعداد. انا زي قلت له انا عندي موقف من الجزيره، موقف صريح، انتوا بتعادوا الدوله المصريه. انا ده بقوله عشان الاخوه اللي بيسافروا قطر وبيروحوا الجزيره. دي واقعه ثانيه يا استاذ اسامه اللي ضرب بيها مصري، كان ضرب فيها زميلنا الاستاذ نبيل شرف الدين في قطر. الواقعه دي ضربوه صحفيين مصريين، ضربوه قعد في المستشفى اسبوعين. الراجل طبعا حفاظا على اسمه وعلى يعني على مشاعره، احنا مش هنقول اسمه. الف سلام عليه، وهنتصل بيه ونطمئن عليه طبعا خارج الهواء. وعايز اقول لك ان برضه في خبر جاي بيقول ان قطر نفسها منعت ان اي حد غير مصرح ليه من وزاره الاوقاف القطريه ان هو يلقي اي دروس او محاضرات دينيه في خلال شهر رمضان. على فكره يا استاذ اسامه اللي بيحصل في مساجد مصر ده ما فيش دوله بيحصل فيها في العالم. اللي بيحصل المساجد اللي بتسولي عليها حركات وجماعات وافراد، ده اللي بيعمل جامع بيجيب واحد اللي هو عايز يعمله، بيعمل فيه اللي عايز يعمله. أي. الا في مصر هنا الفوضى اللي في مصر. بس انا بدعو وزير الاوقاف مره اخرى، عايز اقول له انت الازهر مش سك، انت الازهر برضه محتاج تنقيب، محتاج تنقيه، انت عليك ان تستخدم الدعاء اللي هم مستقلين برضه تستخدمهم طالما هو تحت الرقابه، اللي هم اثبتوا ولاء كامل للدوله المصريه واثبت للشعب المصري وده كان ايام مرسي كان بيعملوا ده يا استاذ. يعني واحد زي الشيخ محمد رسلان ده على سبيل المثال، ده داعيه سلفي مستقل، هل انت تمنعه من الخطابه؟ انت عندك مشكله دلوقتي في تنظيم الاخوان بيوجه، انت عندك شباب حتى المعتدلين الشباب السلفيين اللي هم ابناء الدوله اللي هم السلفيين دول المجموعات يا استاذ اسامه، مش كلهم اللي هم اللي احنا بنشوفهم دول اللي هم المتشددين التكفيرين وخلافه. انت عندك دلوقتي التنظيم الاخوان بيقول لهم اديكم شفتوا انتوا الدوله الجديده عملت ايه فيكم، بتبدا بيكم هتاكلكم زي مكانتنا وما الى ذلك. انا عايزه يحافظ على الدعاء المستقلين، يستعين بيهم. نعم. ما نغلطش غلطات قديمه. احنا عشان الوقت بس كنت حابب احكي في طريقه معالجه الرئيس عبد الناصر للجمعيات دي والدعاء المستقلين بعد ثوره بعد انقلابه على الاخوان المسلمين. نعم. عشان نفس التجربه بتكرر. يجب وزير الاوقاف انا علمت ان هو لما بيقولوا له يعني سيب في نفس الوقت عايز اقول لك ان واحد من اللي انشا كيان موازي كبير، انا مش هقول اسمه برضه، داعية كبير جدا 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 ومشهور جدا جدا، وعمل كيان موازي للقضاء على الازهر ايام مرسي، وكان حليف محمد مرسي، بيطلع يخطب لحد دلوقتي، وعنده مجمع اسلامي في بلده لحد دلوقتي. انا مش عايز اقول اسماء بس اصل انا الموضوع عندي مش موضوع اسماء، انا هقول لحضرتك بس بعيد عن الهواء. بيطلع وكان من دعاه رابعه يا استاذ اسامه، من دعاه رابعه، وبيشيع في الوسط بتاعه ان الاجهزه الامنيه تعلم ذلك وهي اللي موافقه عليه، وانشا كيان موازي، وده مش حقيقي، وصرف فلوس على مؤتمر بتاع الاخوان
المؤتمر التكفير بتاع الاخوان اللي كان في استاد القاهره، المجمع بتاعه شغال والمستشفى بتاعته شغاله والمسجد بتاعه شغال وهو بيخطب لحد دلوقتي. دي مجموعه بلاغات بيقدمها الاستاذ احمد الخطيب، يعني سواء بيقدمها للنائب العام او بيقدمها لوزير الاوقاف، ومحمد ابراهيم بيقول عارفين الكلام اللي بتقوله يا استاذ احمد وعارفين ان في كارثه في الازهر، بس وزير الاوقاف شغال تمام قوي وبيحارب لوحده ودي حرب حقيقيه. لو كان وزير الاوقاف بيحارب لوحده فاحنا بنطالب ان هو يتم تدعيم وزير الاوقاف عشان ما بقاش بيحارب لوحده، عشان يقدر يواجه هذه المواجهات زي اللي موجوده في اسيوط اللي قالها الاستاذ احمد الخطيب، او زي اللي موجوده في اماكن اخرى، او زي هذا الرجل الذي يدير المجمع او غيرها. استاذ احمد الخطيب بشكرك ان انت وفيت بوعدك وقدمت لمشاهدي القاهرة 360 مجموعة من الأخبار المفاجئة واللي كلها مصداقية، لأن احنا يعني نثق تماما في مصداقيتك كصحفي. شكرك يا فندم. كنت زعلان انك انت مش طالع في رمضان يعني. معلش خلينا بقى رمضان ده ناخده تعبد ونرجع نتكلم سياسة بعد رمضان ان شاء الله. شكرا لحضرتك، بشكركم ونلتقي بكرة على خير ان شاء الله. بكرة مبكرا يعني اذا كانت سفارتنا المصرية كانت بتحتفل اول امبارح بثورة 23 يوليو، فاحنا من باب اولى ان احنا بكرة 28 يونيو اللي هو هيكون اخر يوم لينا على الهواء قبل اجازتنا اننا نحتفل معاكم ونستعيد ذكريات ثورة 30 يونيو. القاكم على خير وتصبحوا على خير.